أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مصر مساء. أحب أنوه أن تتابعونا من خلال التردد الجديد للقناة 11823 رأسي. تنويه، تابعونا من خلال التردد الجديد للقناة 11823 رأسي. كل سنة وأنتم طيبين. بمناسبة ذكرى 30 يونيو، اليوم الفارق في حياة المصريين، تحدث اللواء معالي الوزير المحافظ محمد الشريف عن مخالفات المباني وتصريحات جديدة لصالح من يريد تقنين وضعه، وأن المحافظة والأحياء على أتم الاستعداد لتلقي أي تراخيص في خلال 6 أشهر تكون في النطاق الصحيح، حينما تكون في النطاق الصحيح. من فضلكم نروح كده نشوف جزء من الفيديو بتاع سيادة المحافظ. تسمح جميع أجهزة الدولة بعودة هذا العبث مرة أخرى بحياة المواطن السكندري. وبعد هذه القرارات، محافظة الإسكندرية اتخذت العديد من الإجراءات. أولا، إصدار القرارات الخاصة بوقف إصدار تراخيص بناء جديدة لمدة 6 أشهر، وكذلك وقف استكمال أعمال البناء للمباني الحاصلة على ترخيص لحين قيام اللجنة المشكلة برئاسة نائب المحافظ بالتأكد من مطابقة أعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها للاشتراطات بتوقيع محضر مع وحدة تراخيص البناء بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وبما يفيد اعتماد أعمال اللجنة وقبل اعتمادها من المحافظ. ثانيا، قامت المحافظة بتنفيذ المئات من قرارات الإزالة للعقارات المخالفة بنطاق المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية. وعن أخبار اسكندرية، حرائق على مدار هذا الأسبوع في مستشفيات الإسكندرية، وهذا تسبب في وفاة 7 أشخاص والأخرى لم يحدث أي خسائر في الأرواح، وكل هذا بسبب الإهمال الجسيم من قبل عمال الصيانة. أنا بنصح كل مستشفيات اسكندرية من فضلكم، أو المستشفيات عموما، يعني يا ريت نعمل دايما دورات صيانة على التكييفات، دورات صيانة في غرفة الكهرباء، عشان دي أرواح ناس. للأسف طبعا كانت مستشفى البدراوي حجر صحي لمرضى الكورونا، مات 7 حالات وفاة، يعني 7 وفيات، وكان في طبعا ناس كتير جدا خرجت في الشارع، ما حدش عارف مصيرها دلوقتي. فمن فضلكم من فضلكم بلاش اهمال في الصيانه، دايما يبقى في دوريات صيانه. اما النهارده بقى فهنروح لضيفين مهمين جدا معانا. معايا النهارده الاستاذه بسنت اشرف، مدير مكتب شركه ابو الوفا. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك. معانا استاذ مروان، حضرتك مساعد مدير مكتب مبيعات برضو في شركة الوفا، مش كده؟ أهلا وسهلا بك. أهلا بحضرتك. طب نرجع لك بقى أستاذة بسنت، كلمينا أكتر عن شركة الوفا. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا بشكر حضرتك الاستضافة الجميلة دي، وأشكر البرنامج طبعا والإعداد. حضرتك طبعا شرفتينا، ربنا يخليك يا رب، ميرسي جدا. ثانيا، إحنا شركة أبو الوفا للتجارة، احنا شركه مستورده للورق. تمام. الورق عامه بقى، مثلا البقر، الكاشير، الريسيت، البقر الحريري، الستيكر اللمية، الريبون، الكلام ده كله. طبعا احنا في وقت اقول لك مش قليل ولا هو كبير، بس في وقت قياسي قدرنا ان احنا نثبت في السوق كياننا. تمام. في اي مثلا مكان في اسكندريه، مثلا هقول لك بالذات عشان هي المقر الرئيسي في اسكندريه، اي حد مثلا تقولي له ابو الوفا مثلا، لا يبقى عارف الشركه. بس انتوا بتستوردوا من بره؟ بنستورد من بره. من ورق بتستوردوا ايه تاني غير الورق؟ لا احنا حاليا بنستورد الورقيات عامه بانواعها. تمام. هو المسؤول عندنا رئيس مجلس اداره الحاج علي بالوفا، ومسؤول طبعا هو عن الاستيراد، هو بيبقى الكونتاكت معاه طبعا، وكان صاحب المج اللذيذ اكيد طبعا يعني. وعندنا مدير مبيعات مستر احمد بالوفا، الاثنين هتقولي اسمهم في اي مكان في اسكندريه هيبقوا معروفين طبعا، نار على العالم. هم اثبتوا، واحده من الناس اسكندرانيه فاكيد عارفاهم فعلا يعني. هم اثبتوا رغم سنهم الصغير، يعني هم تلاتينات او حاجه. تمام. رغم سنهم الصغير، لا اثبتوا كيانهم في السوق، يعني لان هم ركزوا على مقاومات النجاح.
تمام. طب قولي يا استاذه بسند، يعني بالنسبه للمطبوعات اللي انتوا بتطبعوا طبعا صح، في مطبوعات ولا كلها مش مطبوعات؟ لا، ما في مثلا حد يبقى عايز مثلا بقر لمطبوع مثلا مبرر الكلام ده كله، اوكي بيطبع عليه بالنسبه للورق برضو يعني بالزبط. داخل نطاق الورق. يعني حاولتوا ان انتوا تصدروا الحاجات دي مثلا اي شغل ليكوا بره ولا ده صعب؟ لا لا، لسه احنا في لسه في المرحله. انت بصي، انت لازم تنتشري الاول داخليا بالزبط. مرحله الانتشار عشان تعرفي تنتشري خارجيا. احنا دلوقتي تمام. ايه في مثلا في القاهره، في الاقصر، في شرم الشيخ، لازم تنتشري الاول داخليا تمام. عشان تثبتي نفسك داخل مصر. بس فعلا انتوا غطيتوا جميع المحافظات؟ احنا كم كبير جدا المحافظات غطيناهم. مش شرط مثلا يبقى لينا مقر هناك، لا بس متوسعين هناك يعني. لكن في خطه بعد كده ان انتوا تصدروا؟ طبعا اكيد طبعا في خطه. احنا متوسع. بس احنا اداريا الحاج علي الوفا طبعا والاستاذ احمد الوفا بيركزوا على حاجه معينه. هم عندهم مقومات معينه بيركزوا عليها تمام. زي ايه مثلا؟ الاول بيحددوا اهدافهم. اهدافنا مثلا الاول مسكنا اسكندريه، بعد كده مسكنا مثلا محافظات تانية تمام. بعد كده بقى ممكن مثلا ايه نتكلم بقى في الخارج بقى تمام. بس بقى الاول في رواجل طبعا لشغلكم اكيد طبعا. بس ايه الموضوع مثلا ممكن ياخد وقت اكيد، لان اي دراسه جدول اي مشروع لازم تاخد وقت. بيبتدي وقت هم طبعا بيدرسوا السوق الاول وبيكبر مع الوقت، وطبعا سمعتكم في السوق بالظبط طبعا كده. هم وشغلكم طبعا اكيد. هم الاول بيدرسوا السوق كويس، بيدرسوا مثلا احتياجات السوق عامله ازاي طبعا. لازم بيدرسوا، بيعرفوا حتى المنافسين الموجودين في كل سوق ايه طبعا، لانهم لازم يعرفوا برده الاسعار موجوده ايه، لان احنا بنحاول ان احنا نقدم. واسعاركم يا استاذه بسنت اخبارها ايه؟ لا والله العظيم اسالي. بجد قال اسعار؟ والله اسالي. يعني برضه اعرفي ازاي. لا احنا تبقى قلقانه تقول لي طب الشركه دي ممكن تكون سعرها اغلى. طب انتوا بالنسبه لكم سعركم اقل من السوق بكتير؟ لا اصل احنا بنستورد من بره، بنديكي كواليتي عاليه جدا، بنديكي الماتيريال بتاعتكم بتستوردوها ماتيريال كويس. الماتيريال نفسها حتى ما تجهدش مثلا البرينتر او تجهد الحاجه نفسها. لا في مثلا ورق ثاني ممكن محلي تحطيه مثلا في البرينتر نفسها يجهدها وما يطلعش الشغل المطلوب او الكواليتي بالظبط كده، او مثلا بعد فتره تلاقيها باظت. لكن لا، الورق بتاعنا ورق يعني لا، الكواليتي بتاعته عاليه، حتى مكتوب عليه ستيكر كده ابو الوفا، فهماني؟ فهم بيدرسوا كويس يعني السوق. ونرجع لك تاني. اتفضل. بالنسبه بقى للاستاذ مروان، بقول لك ايه يا استاذ مروان؟ دلوقتي طبعا اكيد انت مدير مبيعات شاطر. حققت نسبه نجاح الفتره اللي فاتت؟ يعني مثلا على مدار قد ايه مثلا الشركه كانت انشات الشركه مثلا؟ الشركه انشات 2008. 2008 طبعا بدعم الحاج علي ابو الوفا اكيد طبعا، رئيس مجلس الاداره تمام. بس برضو هم قبل كده كمان، قبل ما يبقى في مقر للشركه حضرتك، هم تعبوا جدا في حياتهم عشان يوصلوا للمكانه دي. اكيد مفيش حد، ولكل مجتهد النصيب. جدا. وهم كمان يعني اللي خلوني ابدا من سن صغير، ان هم انا شايفهم مثل اعلى طبعا، قدوه ليك اكيد طبعا. صاحب الشركه حد أكيد. كافح وحد اشتغل وبنى نفسه. الحاج علي بالنسبه لك قدوه؟ اكيد طبعا، الحاج علي ابو الوفا ومستر احمد ابو الوفا. فاحنا في الشركه عندنا سياسه اللي احنا يعني، هم الحاج علي يحط لنا خطه العريضه طبعا، مستر احمد بينسق معانا ومع التيم تمام. وبنقعد كلكم تيم ورك يعني، فريق عمل واحد، فريق عمل واحد بيحفز بعضه، وما بيقولش ده ليه نشاط كده. لا احنا كلنا فريق واحد. عايز اقول ان احنا نجاح الكيان. بصي دايما حاج علي الوفا او مستر احمد الوفا دايما في جمله معينه بيقولوها، كلنا واحد. كلنا واحد مفيش فرق مثلا مدير شركه. لا خالص والله العظيم. عايز اقول لك يعني مثلا نقعد كلنا كده؟ لا خالص، بالعكس. يمدونا انا اتعرفت بالشخصيه يقعدوا والله يقعدوا يكلموا دايما لينا وضهرنا والله، كل الخبرة مثلا يديها لك. لا يتكلم معاكي، لان هو دايما يقول لك الشركه دي انت مش موظفه فيها، انت الشركه دي شركتك، كبريها. هتكبريها هتكبري من نفسك بالزبط. زي ما هي بتكبر انت تكبري. اسمك بيرتبط بكيان كبير بالظبط كده، نجاح واضافه لحضرتك. يعني انت لما بتكبري فيها مثلا الناس تقول لك ايه، لا انا مجرد بشتغل وخلاص، واخد مثلا السالري بتاعي اخر الشهر وخلاص. لا بالعكس، هو ده النجاح مش ده النجاح. لا طبعا، انت لازم اسمك اكتر من تنمي نفسك. انت كل ما تعملي ديفلوبمنت للشركه هتنمي من نفسك اكتر، هتكبري بالظبط كده. انا بشتغل في مكان كذا، انا لميته، انا كبرت منه. وده طبعا بمساعده الحاج علي والاستاذ احمد الوفا. عايز اقول لك مش بيحسسنا ان هو مجرد موظفين ابدا خالص. لا انتوا اصحاب شركه. لا اصحاب شركه. بنحقق التارجت اللي انت حابه؟ بنحققه وكمان بنزيد عليه ما شاء الله. حاسس انك فعلا مبسوط في الكيان ده؟ مبسوط ان انا باخد خبره. لقيت نفسك؟ لقيت نفسي في ده سن صغير. ده اهم حاجه ان الانسان يلاقي نفسه في حاجه. لقيت نفسي في سن صغير والله توجه رساله للشباب. في شباب قاعد في البيت مريح، عايز الشغل يجي لغايه عنده. هو مثل بيبصوا على الماده اكتر، بيبصوا على الماده اكتر بالزبط. ما بيبصوش. انا مش شرط النهارده اخد بصراحة. مش دلوقتي اخد خبره بالزبط. وبعد كده الماده هتيجي واحده واحده بعد كده بصراحه. الميزه برضو عندنا في الشركه برضو تخص مروان، يعني ان احنا
بنشجع شباب اكتر. هو ده يعني لسه اغلب اللي عندنا شباب. أنا لسه بدرس. شاب صغير مروان لسه بيدرس. طيب يعني نفس الوقت بيشتغل بتدرس وبتشتغل. يعني يا مروان انت قدوه لكل شاب. يعني عشان كده بقول لك من خلال برنامج مصر مساء انت ممكن توجه رساله للشباب اللي زيك، انزلوا دوروا على شغل، مش لازم الشغل يجي لغايه عندكم. مش لازم الماده كمان اصلا. مش لازم ادور على ماده هوصل. الشباب لازم يكونوا تشانس فايندر، يعني هم اللي يدوروا على الفرصه. مش كل واحد هيستنى الفرصه انها تجيله. انا لو قعدت فرصتي مش هتجي. خلي بالك ده اللي عمله الاستاذ احمد والحاج علي بالوفا، هم ما استنوش الفرصه او استنوا الفكره انها تجيلهم. لا هم دوروا على الفكره، لقوا ان الموضوع ده مثلا بيشتغل كتير، طب ما نفكر فيه، طب ما نعمل فيه. لازم لازم انت اللي تفكر فيه. اه بالظبط كده. في اول كيان الشركه مش عيب بايديهم. مش عيب طبعا. لا ده حاجتي انا مالي، انا بكبره. ما ينفعش تبص للماده بس. ما ينفعش تبص للمقابل المادي بس. لا انت تكتسب خبره اكتر ما انت تكتسب بمقابل مادي بكتير. والخبره بتاعتك دي بعد كده لسه ممكن انت تبقى ماديا ناس كتير. شوفي حضرتك بتقولي ايه يا استاذه بسند لما بسالك، بقول لك طب يعني عندكم طموح انكم تصدروا؟ رديتي قلتي لي ايه؟ أيوة. احنا بنعمل كيان هنا بنكبر جوه مصر. اكيد طبعا. بنحاول نوزع في كل الفروع في محافظات مصر كلها، ننتشر داخليا وبعدين نبتدي نفكر ان احنا ننتشر. وعايز اقول لك التفكير ده تفكيرنا كلنا طبعا. يعني الحاج علي مثلا الاساس انترناشونال. انا دلوقتي بفكر اني ابقى حاجه في طبعا. استاذ محمد برضو الاساس هو دايما فما يسمع بافكارنا، لان فاهم هو شباب. شباب افكاره هو اللي بينمي الدوله نفسها. بالزبط. هو يقول لك دايما الشباب بقى لا افكارهم كويسه. بالزبط. دايما يقعد مثلا يسمع طب انت رايك ايه، طب كذا ايه. بالزبط. وبعد كده بيجمع بقى افكارنا. طب هو اقترح بصراحه يعني خلال ميتنج كده شفته فيه كان بيقترح، بيقول انا عايز ديزاينر شاب، انا عايز ديزاينر معايا شاب. انا حسيت ان هو بجد حد اكتف كده، عايز يجيب شباب، فعلا بجد عايز يدي فرص حقيقي. للشباب حقيقي. عايز يكسبهم خبراته اللي هو اكتسبها من الحياه ومن الشغل. ده حقيقي هو يعني فعلا. أنا بحييه طبعا، ويعني أنا ببعت له رسالة شكر من خلال برنامج مصر مساء. طب بصي بقى، إحنا لو جينا بقى نعرف أكتر بقى الكيان اللي إحنا بنتكلم عليه، هتقولي لي إيه عنه أكتر من اللي قلته لي؟ إضافة بقى، إضافة للكيان أكتر من اللي قلته لك. حاولي تعرفي الكيان أكتر. مش هقول لك على الكيان، هقول لك على الأشخاص. ده كيان. قلتي لي إن أنتم منتشرين في جميع المحافظات، أعتبر كده كيان. كيان تمام. الوفا أبو الوفا. أبو الوفا للتجارة أكيد. بالظبط. ده كيان. بس انا مش عايزه اتكلم ككيان، عايزه اتكلم مثلا كاشخاص. يعني لان احنا كل واحد فينا كيان. بالظبط. تمام. يعني هنقول مثلا كيان داخل الكيان. بس هو مش منفصل. لا مش منفصل خالص. لا بالعكس، كيان واحد. انا بتكلم على كيان واحد. الكيان الواحد اللي هو اسمها شركه ابو الوفا. بالظبط. شركه ابو الوفا اتكلمنا عن الورقيات واتكلمنا عن الطباعات واتكلمنا، هي تشمل حاجات كتير صح. تمام. طيب انا دلوقتي عايزه اعرف الناس برضو الساده المشاهدين عايزين يوصلوا لأبو الوفا، عايزين يقدروا يوصلوا لكم، عايزين يقدروا يتعاملوا معاكم، عايزين يقدروا يعرفوا اسعاركم، عايزين عرفي لي ابو الوفا برضو اكتر للناس مش الاميره، للمشاهدين. بصي احنا كده اوريدي عندنا مندوبين منتشرين في كل المحافظات. تمام. بس طبعا ايه اسكندريه عشان هي المقر الاساسي يعني فيها، فهتلاقي منتشره اكتر. عندنا طبعا اكونت على الفيسبوك. تمام. المنتشر مثلا اكتر استاذ احمد بالوفا، هتلاقيه طبعا ممكن تكون لاقي ارقام تليفوناته في كل حته، ممكن تلاقي اي حد معاه رقم التليفون بتاعه، وده بيدل على انتشاره في كل مكان. في مداخلات يا جماعه معانا. تمام. ف بالنسبه لاسعارنا، اسعارنا يعني ممكن اقول لك، مش هقول لك مثلا نقلف السوق، بس هي بالنسبه للسوق متوسطه السعر. بس متوسط بس قليله بالنسبه للجوده بتاعتها. تمام. فهماني؟ يعني ممكن بقى زي ما قلت لك قبل كده، هي الكواليتي بتاعتها عاليه جدا. ممكن تلاقي مثلا حاجه تانية الكواليتي بتاعتها مثلا وحشه بس تلاقي سعرها اقل. لا بس تيجي تبصي لا الكواليتي احسن، زي مثلا ما تجيبي اي لبس او حاجه. فهماني؟ الكواليتي الماتيريال، الماتيريال نفسها، بالظبط. الورق نفسه، تصميم الديزاين اللي بيطلع. بالظبط كده. حاجه مش منتشر. حاجه زي مثلا تقولي حاجه تعيش معاكي فتره. بالزبط. كبيره. بالزبط. مش تيجي مثلا ايه مثلا حطيتيها عندك فتره تيجي مثلا تبوظ او حاجه. لا 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 خالص. حاولت استاذه بس انت مثلا تاخدوا افكار حد ولا دايما فكركم؟ لا لا دايما فكرنا كده. يعني ما فيش حد مثلا ابتديتوا تنزلوا ديزاين معين فجاه حد قال لكم هو الديزاين ده انا تبعي او انا شفته او انتم مصممين حاجه؟ لا لا الشغل عندي. بتاعنا الشغل بتاعنا دايما بيبقى فيه كرياتيفيتي. لا لا لان هو انا بقول لك احنا هو دايما بياخد مثلا دماغ الحاج علي ما شاء الله عليه، استاذ احمد دماغه ما شاء الله عليه، ودايما بياخد بالافكار الشباب الموجوده معانا. تمام. كلكم بتقترحوا على بعض يعني. بالزبط. كل حد فيكم بيفكر لان كل واحد فكر مختلف. فهماني؟ فانت لازم تاخدي من مختلف الفكر الموجود قدامك. طب استاذ مروان انت بقى قول لي نفسك في ايه بقى المرحله اللي جايه؟ والله مع ابو الوفا المرحله اللي جايه ان انا نفسي اتخرج اول حاجه مع ابو الوفا. مع ابو الوفا. مع ابو الوفا. ما هو التخرج هيفيدني في شغلي مع الحاج علي. يعني هتستمر.
هستمر اوريدي انك هتتخرج وهتستمر برضه في الموضوع ان شاء الله اكيد. ومع شركه ابو الوفا ان احنا نحقق سوق جديده، نفتح لنفسنا اسواق بمقرات في محافظات تانية. ممكن حضرتك قلتي وكلمتي مع استاذه بسنت على الخارجي برضو بالظبط اكيد، بس لازم يعني المحافظات والمقرات الداخليه تقوي نفسكم اكتر داخليا على الارض اكتر في جميع المحافظات بالزبط. احنا اوريدي موجودين في جميع المحافظات بس انتوا عايزين قوه اكتر من قوه اكتر وانتوا بتقولوا الحمد لله انتوا معروفين، بس انتوا عايزين النطاق يوسع اكتر تنتشر وشباب اكتر بالزبط. وعايزين افكار جديده وعايزين نفيد الناس بخبراتنا اكتر. بالنسبه للشباب بيبقى الحاج علي دايما لا دايما في مثلا عايز يشتغل لا خلاص هاتوا اشتغل وياخد حتى لو ما عندوش خبره لا هو ياخد عندنا خبره بالظبط ياخد عندنا خبره مش كل حد بالعكس ده هو مثلا يحب اللي ما عندوش خبره اكتر يقول لك لان ده هنعلمه ده هن لان بالزبط. هو بالنسبه له ان انت اصل بتبنى بتتبني حد انا ببتدي ارسم فيه كل الطقوس اللي انا عايزها واحده واحده. العلم ده مش هناخده معانا واحنا ماشيين بس بالزبط. انت لا ده انت لازم توزعي العلم ده بالزبط. على الناس اللي حواليك عشان بعد كده غيرك. عشان بعد كده لما مثلا اتخرجت من الشركه حصل اي حاجه لا انا اتعلمت عندهم حاجات كويسه لا خدت منهم خبره كبيره جدا اضافه ضفتي حضرتك ده كله ده اضافه طبعا أكيد اضافه ليكي في الاخر لما بتعلمي شخص بيقول انا اكيد طبعا انا في سنه صغير. الو اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام يا مدام نجوى، اهلا وسهلا بيك يا فندم. اهلا بيكي وانا بحيي الشباب اللي موجود معاكي الحقيقه شباب مشرف جدا. ربنا يخليك يا مدام نجوى. وانا سعيده ان احنا عندنا شباب كده في اسكندريه مشرف اسكندريه كلها. اهلا وسهلا بحضرتك واحنا طبعا لنا الشرف ان حضرتك النهارده بتتصلي بينا وعملت لنا مداخله يا فندم. ربنا يخليك. انا عايزه اقول لك ان فعلا منتجات ابو الوفا ده احنا ساكنين قدامه وما عندهم محل جديد فاتحينه في سيدي باشا. ايوه الحقيقه من اول ما هم لسه فاتحين من مده صغيره لكن أيوة صراحه يعني منتجاتهم ممتازه وده اللي خلاني اتشجع واتصل بيكم يعني. طب شفتي المج ده يا فندم؟ اه شفته جميل على فكره انا عامله عندهم مج زي ده كده برضو عليه سوكه مامتي وبابايا. والله يا فندم احنا سعداء جدا باتصال حضرتك طبعا. وتحبي تسالي طيب استاذه بسنت ولا استاذ مروان حاجه على حاجه؟ انا عايزه اسال الاستاذه بسنت اقول لها بقى ايه الجديد اللي انتوا هتقدموه ان شاء الله؟ يعني انتوا قدمتوا لنا منتجات ماليه المحل الحقيقه منتجات جميله جدا، هل في افكار جديده ان انتوا تدخلوا في منتجات ثانيه يعني؟ والله احنا حاليا بنحاول احنا ايه الاول زي ما لسه بقول استاذه اميره ان احنا نثبت يعني زي ما بيقولوا قدمنا الاول في يعني في انحاء جمهوريه مصر العربيه كلها بحيث من جهه الورق يعني. استاذه نجوى بشكرك قطع الاتصال. كانت معانا استاذه نجوى من اسكندريه. اهلا وسهلا بيكي يا استاذه نجوى. طب نرجع لك تاني بقى استاذه شايفه يعني بصي تلقائي احنا فتحنا اهو الهواء الناس بتتصل وبتشكر يعني احنا ما اتفقناش مع حد على طب دلوقتي احنا بالنسبه يا استاذه نجوى شايفه الشكر طبعا للناس اللي ما تعرفناش ولا تعرفني ولا تعرفك تمام بتشكر في المنتجات دي. طب انا دلوقتي عايزه برضو اقول في المرحله اللي جايه في منتج معين على عجله كده من امرنا بقى نقول على الحاجه الجديده المفاجاه مفيش اي مفاجاه عايزه تقوليها؟ لا بصي وحاليا في اكيد طبعا حاجات مثلا بندرسها حاليا مش قادره انا اعلن عنها لا مش قادره اعلن الحلقه اللي جايه ممكن في الحلقه الجايه وعد بس انا بقول لك ايه ان احنا حاليا بس الموضوع بيحتاج وقت لان احنا مش بنحب ندخل في حاجه من غير مثلا ما نكون فاهمينها فيها كويس فزي ما قلت لك لازم ندرس السوق كويس بندرس كل حاجه كويس عشان ايه نقدر ندخل فيها وما يبقاش فيها اي خساره. رساله بقى كده في عجله برده كده لكل الشباب اللي نفسه يشتغل اللي نفسه يعمل نفسه كده ويبقى انت مثله الاعلى تقول له ايه؟ والله يقول لهم يعني انزل دور رساله قويه كده انزل دور اشتغل ما يعني مش لازم الشغل اللي في دماغك دلوقتي لازم تاخد خبره والشغل اللي انت عايزه واللي انت حابه هيجي لك بس لازم الاول تاخد لازم خبره تسعى. ولازم تروح تسعى انت لهدفك لازم تسعى ولازم يعني تدور وتروح لهدفك قاعد. انا عندي هدف عندي هدف عايز احققه اسعى له انا اروح احنا عندنا مشكله للشاب مثلا بيستاهل يقول لك انا استنى لما اتخرج عشان اشتغل واستنى لما مثلا الدوله كلها تشغلني هو اشتغل في مجالي ما اشتغلش غير في مجالي لازم ادور لازم اشتغل لاخد كله بيدرس وبيشتغل الدول الاوروبيه او اي دول كله بيدرس أيوة. وبيشتغل يا ريتنا بس نعمل كده بس عايز اقول لك في ما نحملش اعباء على الدوله في ناس في الدول الاوروبيه الطلاب دايما تلاقيهم بالزبط. لا بيشتغلوا وهم بيدرسوا وبيدرسوا بالعكس احنا ما نحملش بقى العبء كله على الدوله نقول احنا قاعدين لغايه ما الدوله تعيننا لغايه ما الدوله توظفنا دايما يقولوا مثلا في بطاله في البلد عايز اقول لك لا خالص مفيش بطاله انا لو ساعدت ورا هدفي وحلمي هشتغل وهعمل كل حاجه اللي عايز شغل هيلاقيه
اللي عايز يشتغل هيشتغل، عايز يشتغل هيشتغل، مش شرط ان هو يبص للمقابل المادي، لا لازم يدور على فرصه. انا كنت سعيده معاكم طبعا استاذ مروان، وشرفتوني بجد، ويعني هنطلع فاصل ونرجع لكم ان شاء الله.